مبادرة فنية سعودية جاءت فكرتها من تجربة أسترالية مزجت بين الفن والموسيقى والحرف. مبادرة أرباب الحرف أسسها الشاب عبدالله الحديف في جدة وفي مقهى فني بهدف توفير منصة للموهوبين لعرض أعمالهم واستضافتهم واحتضانهم. ومن المقهى الفني عبد الله الحضيف صاحب مبادرة أرباب الحرف ينضم إلينا. عبد الله صبحك الله بالخير. يسعد صباحك عبد الله. صبحك الله بالنور. أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا. حياكم عبد الله. هذه الفكرة اشرح لي إياها، شلون جت لك هذه الفكرة؟ شنو هذا المقهى؟ هو طبعا الفكرة بدأت يعني منذ نعومة أظافري، يعني من وأنا صغير كنت أحب الفنون واقتناء اللوحات الفنية والجلسات الأدبية، من يعني من يوم كنت صغير وأنا مهتم بالأمور هذه. طبعا الفكرة تبلورت ابتعاثي في أستراليا، ذهبنا أستراليا فتبلورت هناك الفكرة، كنا نعمل يعني جلسات فنية وثقافية في أستراليا وهناك أماكن تحتضننا يعني. فبعد العودة من الابتعاث وجدت انه ما في اي مكان في جده، خلينا نتكلم انه متخصص في احتضان او حاضنه للفنانين، سواء الفن بانواعه الموسيقي والتشكيلي، برضو المجالس الادبيه او الفكريه غالبها نخبويه، يعني تدعو بعض يعني مخصصه للنخبه. ايضا الفنون، صالات الفنون عندنا هنا اغلبها برضو نخبويه. عبد الله بس النخبويه ولا شلاليه؟ بعض الناس هي شلاليه لكن بالاعلام لازم اقول انها نخبويه يعني. طيب عبد الله، يعني اذكر لنا ما هي الحرف التي تهتمون بها وانواع الموسيقى والفعاليات التي تقومون بها من خلال مبادره ارباب الحرف؟ طبعا احنا فكرتنا الجديده انه احنا فتحنا اول مقر هنا عندنا في جده ككافيه، الدور العلوي يكون وركشوب، يعني كل يوم عندنا دورة مختلفة بالفنون بجميع أشكالها، الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، برضو الجلسات الأدبية والفكرية. فيعني القهوة شاملة كل شيء كبداية، فكانت حاضنة للفنانين. بنفس الوقت نعمل يعني نحن لنا 6 شهور فاتحين، تقريبا عملنا أكثر من 10 فعاليات خارج الكافيه، يعني شاركنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفي جامعة كاوست وفي إعمار، نظهر يعني الفنانين اللي عندنا نطلعهم للخارج. تبقى أعمالهم في المقهى ولا أعمالهم الشخصية يحضون فيها بعد هذه الورش؟ لا، أعمالهم لهم. إضافة عندنا خدمة انه اللي يعمل عمل مثلا ورشه، مثل نفرض فخار او حياكه، ممكن يبيعها عندنا، يعني نعمل له ورشه ندربه بنفس الوقت نعرضها عندنا للبيع. في عندنا قسم في الكافيه نعرض فيه المنتجات. يعني بالتالي عمليه الاستمرار هي مردود لكم في المقهى لكي يستمر. دائما ما تكون هذه الافكار الجديده غريبه، ربما لا تلقى قبولا عند المجتمع. كيف هو الامر في جده؟ والله احنا لا، انا اشوف انه في يعني في قبول المجتمع كثير، وكثير من الاباء واصحاب ويعني يجون يعني يشكرون على المشروع هذا، لانه غريب، مشروع غريب يعني غير ربحي، شبه انه غير ربحي. في تحدي عندنا كبير يعني وجدناه بسبب كونه غير ربح مباشر. فحتى المنتجات اللي لدينا جزء للفنان، يعني احنا لما ندربه بنفس الوقت نعرضها لدينا هنا وتكون جزء له. طب عبد الله، هناك احدى المواهب تريد ان تعزف لنا ونختم معها هذه الحلقه؟ نعم، من ضمن المواهب الموجوده في مبادره ارباب الحرف. لا، موجود معنا الان. يعني هل تريدون واحد عازف الان يعزف؟ قالت لي المخرجة أن هناك أحد المواهب أو إحدى المواهب الموجودة من مبادرة أرباب الحرف حابة تشارك معنا أو حابب يشارك معنا. أي نعم، أي نعم. تفضل أستاذ حسن. تحب عود أو ناي أو
اي اللي انت تحبه اللي انت تختاره. انت كريم واحنا نستاهل مثل ما يقولوا. يلا ناي استاذ حسام تفضل. سريعا سريعا اذا سمحت. طبعا استاذ حسام وقف. طيب يلا جزيلا يا عبد الله، والشكر موصول لزميلنا، يعطيكم العافيه. شكرا على عصف الحلو.